إذن على هامش افتتاح الخدمات الإلكترونية للتجارة وفي بنك من مدينة العرائش اللي بعد افتتاح عدد من الفضاءات بأكبر المدن المملكة، يعني هذه الدينامية ديال الاقتصادية اللي يمكن تضيفها البنك، وانت من أحد المتعاملين القدام، يمكن تقولنا على معاملات ديالك مع هذا البنك هذا؟ المعاملات ديالي مع هذا البنك، البنك فيها الناس اللي خدامين فيها من طراز العالي مع فوق ممتاز اللي تيخدموا هاد الناس، بالاخص اخوان كامل ما عندك ما تحزن فيه، من المدير الثاني ديالو والعكيس ديالو كلهم تيخدموا. شو سنة انت تزابون مع البنك؟ اكثر من كل 30 عام. شو سنة؟ مين كانوا ضغطين مع دابا المعاملات البنكية كانت بالشيك وكانت بالكامبيالا وكانت بمجموعة دي المعاملات، دابا طورت المعاملات يعني البنكية ولات خدمات الكترونية. الخدمات الإلكترونية هذه حاجة خاصة زادوها فوق ممتاز. حق أهم حاجة في البنكة وهو الخدام في البنكة يستعملوا الزبناء على ما يحسن. ودابا الآن هاد الإلكتروني غادي يعوض يعني الخدمة ديال اللي معروفة، العلاقة ديال الزبون مع البنكة ومع يعني مع العمال ولا الموظفين ديال البنك. ولا الالكتروني يعني بالنسبه لك انت كيفاش غتعامل مع الواقع، لان اصبح ضروري دابا معاملات اوروبا في العالم كامل ولات هذه المعاملات عيب بلاكارت، يعني هي بلاكارت كان كاين بلاكارت من قديم بزاف، اللي دابا زادوا اضافات ممتازه حق بدون بنكة بدون الخدام ديالها بدون المدير ديالها نائب ديالو إلا ما كانوا شي ممتازين وخا يعملوا ماشي غير الكتروني، يعملوا اللي بغاو. وبالنسبه لك كانت الشهادات ديال الناس المتعاملين مع البنك يعني كلهم شادوا بالعلاقه ديالهم مع الموظفين، بالاضافه الى ذلك وقعوا لهم بعض الحاجات يعني كتكون طرائف ولا شحال، شنو وقع لك في البنك هذا؟ انا شحال من عام حليت بهذا البنك وعمري الحمد لله وقع لي شي مشكل ولو واحد. إلا قلت لي شحال من مشاكل وقعوا لك غنقول لك 0.0000 حيت أولا من تنفتح أنا البنكة تنشوف الأشخاص اللي قدامي فيها، إلا ما كانش تعترف بيا هذاك اللي خدام بنكة ما تنفتحش معاه، معلش غنعترف بيا. إذا كتكون العلاقة الأساس هو الناس اللي تكونوا هذو هما الجنود الخفاء، هما اللي تكون عليهم العمليه.